بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انا حكون معكم بانفوجرافيك فيديو. هالانفوجرافيك هذا انا حضرته لحتى الخص فيه اهم النقاط يلي تم تطرق لها من قبل البروفيسور محمد عزمي حثالي وزملائه بارتيكل طبعا كتبوها بالفارماسيكال جورنال. وهالارتيكل كانت بعنوان Defining Clinical Pharmacy A New Paradigm، او نموذج جديد ل يعني تعريف الصيدله السريريه. بالنسبة لأهم النقاط فأنا عملته مثل ما قلت لكم بشكل انفوجرافيك وهنحكي عنه إن شاء الله بالتفصيل. أول شيء أنا هون عملت سامري لأهم النقاط يعني اللي تم التطرق لها بهالارتيكل هذا. Pharmacy practice today is going to be more challenging. بالنسبة لممارسة الصيدلة بهالأيام هي عم يكون فيها كثير من التحديات والصعوبات. طبعا هذا الشيء بيرجع لانه في عندنا كثير من المستحضرات الدوائيه اللي عم تكون موجوده بالماركت، وحتى الديفلوبمنت اللي عم يكون ضمن الار ان ديز بشركات الادويه العالميه الكبيره اللي دائما هون عم تبتكر ادويه او مواد دوائيه فعاله، وعم يتم بعد فترات يعني طويله من دراسه هالمواد الفعاله دخولها للسوق الدوائيه. غير طبعا التحديات الثانيه يلي طبعا نحن حنحكي عنها بالايام القادمه بفيديوهات ثانيه. بالنسبه للفيديوهات حاول انا احكي باللغه العربيه والانجليزيه. Pharmacists are encouraged to improve their skills in clinical therapeutics and practice. بهالايام هي الصيادله لازم هن يحسنوا من مهاراتهم بعلم المداواه السريري او الكلينيكال ثيرابيتكس وحتى الممارسه السريريه. Pharmacists play vital roles to improve the use of medicines by patients. حنشوف طبعا اهم ادوار الصيادله هي انه يكون استخدام الادويه من قبل المرضى بالشكل الامثل الاقتصادي الفعال و يعني بيعود بفائده على المريض. وبالنسبه لمفهوم الفارماسيكال كير كمان هون حنحكي عنه. Pharmaceutical care concept has been considered as the practice philosophy for pharmacy. بالنسبه لمفهوم الرعايه الصيدلانيه فتم اعتباره بانه هو بشكل الفلسفه العمليه لممارسه مهنه الصيدله. وبالنسبه ل تعريف الكلينيكال فارماسي من قبل الاي سي سي بي، فبالنسبه للكلينيكال فارماسي حنشوف انه عندهم تعريف مختصر وتعريف غير مختصر للكلينيكال فارماسي، طبعا حنشوفه هلا بعد شوي بالانفوجرافيك. بس هون بالنسبه لتعريف الصيدله السريريه بيتضمن ثلاث أجزاء رئيسية، اللي هي الكلينيكال فارماسي ديسيبلين كتخصص، والكلينيكال فارماسيست بحد ذاته كصيدلاني سريري، وأدوار الصيدلاني السريري ضمن سيستم الرعاية الصحية. هلا clinical pharmacy relies on in-depth knowledge of therapeutics, clinical experience and expert judgments. حنشوف انه الصيدله السريريه بتعتمد على انه يكون عندنا نحن كصيادله معلومات معمقه بعلم المداواة او الثيرابيوتكس، يكون في عندنا خبرات سريريه اثناء الممارسه بالمشافي او حتى يعني ضمن اي مرفق رعايه صحيه بتواجد فيه الصيادله، خاصه انه في خدمات صيدلانيه جديده عم تكون يعني عم يلعب فيها صيدلاني دور كبير بالببليك هيلث او الصحه العامه. هلا كمان الاكسبرت جادجمنت او تحكيم الخبراء. Pharmacist accessibility, extensive knowledge of drug therapy and trustworthiness in the minds of consumers open many opportunities for pharmacists to expand their reach into public health activities and this should form part of clinical pharmacy practice. وهذا الشيء طبعا هنشوفه بالتعريف الجديد اللي تم تقديمه من قبل البروفيسور محمد عزمي حثالي وزملائه. هون نحن عم نقول انه الصيادله من خلال يعني اهليتهم ومعرفتهم المستفيضه بالمداواة وبعلم الادويه وغيرها طبعا من العلوم اللي بتميز فيها الصيدلاني عن غير يعني المختصين من فريق الرعايه الصحيه، بالاضافه طبعا لثقه المرضى بخبرات الصيادله
حتى بيقول لك انه الصيدلاني هو يعني اكثر مختصي رعايه صحيه يلي بيوصلوا له المرضى وبيستشيروه وبيطلبوا يعني المشوره منه بخصوص كثير من الحالات المرضيه اللي بتعرضوا لها قبل ما طبعا ما يروحوا للطبيب او هو يحولهم للطبيب. اذا من نقاط القوه اللي احنا نتمتع فيها اللي هي مثل ما قلنا التعمق بعلم المداواه بالاضافه لثقه المرضى فينا، زائد في شغله ثانيه اللي هي سهولة الوصول لنا عن طريق صيدليات المجتمع وحتى عن طريق السوشيال ميديا. هالايام هي كثير يعني بتوصلنا مسجات اسئله لكثير من المرضى حول حالات مرضيه مختلفه. هذا الشيء بيشكل نقاط قوه لنا لحتى نحن نلعب دور بفعاليات تتعلق بالصحه العامه او الببليك هيلث بالمجتمع، مثلا مثل قياس ضغط الدم او مثلا السكري بصيدليات المجتمع او حتى بالمشافي او استخدام تقنيات حديثه بتمكننا من يعني متابعة حالات مرضية مزمنة مثل الربو، مثل ما قلنا السكري، ارتفاع ضغط الشرياني والبدانة وغيرها طبعا من الأمراض. فبالنسبة للنموذج الجديد اللي تم تقديمه هون بهالارتيكل هاي، حنحكي طبعا بالإنجليزي: Promoting rational use of drugs competently and responsibly to patients, taking into account their social, psychological and biological aspects in order to make positive change in their daily lives. يعني هون نحن كصيادلة بيكون لنا دور كتير كبير بالاستخدام الرشيد أو rational use للأدوية بكفاءة وبمسؤولية تجاه المرضى، وأخذين بعين الاعتبار هذا الجوانب الاجتماعية النفسية والبيولوجية حتى طبعا نحن يعني نحسن ونترك أثر إيجابي وتغيير إيجابي بحياة المرضى. معناته نحن هلا بالكلينيكال فارماسي نحن هون في عنا توجه نحو المرضى، مو مثل بقية التخصصات مثل الفارماسيكال تكنولوجي او غيرها من التخصصات الصيدلانية. نحن هون تخصصنا موجه نحو المرضى بانه نقدم افضل رعاية صيدلانية ممكنة للمريض باقل تكلفة ممكنة وبفعالية عالية، ونستخدم الأدوية مثل ما قلنا بشكل رشيد بحيث انه هون نحن نتجنب اي اثار جانبية غير مرغوبة أو تكون يعني ضارة بالمريض، خاصة لو كان عم يعاني من عدة أمراض وعم نستخدم هون عدة أدوية، أو كان في تداخلات دوائية يعني أثرت على هالمعالجة هي فقللت من فعاليتها أو أدت لحدوث تسممات. هلأ pharmacist has vital roles working as one team with other healthcare providers. فالصيادلة هون عم يلعبوا مع الممرضين ومع الأطباء وحتى مع المرضى، لأنه مثل ما قلنا مرة بأحد الفيديوهات اللي أنا شرحت فيها أنه المريض هو أيضا جزء من هالفريق هذا، فريق الرعاية الصحية. فمفروض أنه يكون في عنا فريق مكون من هالصيادلة الخبراء هدول اللي هن طبعا تلقوا تعليم وحتى تدريب عالي المستوى لحتى يعني يلعبوا هالأدوار هاي في سبيل مثل ما قلنا أنه نقدم أفضل رعاية صحية وصيدلانية لهم. بالنسبة لدول متقدمة مثل كندا، أستراليا، بريطانيا، نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، فصادل هنيك يعني أكثر ثقة، يعني الببليك يعني أو المرضى هن بيوثقوا فيهم بشكل أكبر يمكن من عنا نحن بدولنا العربية، زائد مثل ما قلنا أنه هن accessible وهن بيساعدوا المرضى بتقديم المشورة والنصح بخصوص معالجتهم الدوائية، سواء كان هن عم ياخذوا طبعا OTC medications او عم ياخذوا PM medications، سواء كانوا مرضى موجودين بالمشافي او خارج المشافي. فطبعا نحن واقع مهنة الصيدلية عندنا بالوطن العربي لسه في حالة يعني نحن بنتمنى تكون افضل من هيك بالمستقبل. فلازم نحن نلعب دور وين ما كنا نحن بمواقعنا المختلفة كصيادلة، سواء مثل ما قلنا بالمشافي، بالجامعات، بصيدليات المجتمع، على السوشيال ميديا. حتى أنا هون كمان بدي أحكي لكم نقطة مهمة، يعني أنا حضيفها حتى لهذا التعريف، استخدام السوشيال ميديا بتعزيز الصحة العامة وبتقديم خبراتنا نحن كصيادلة عن طريق استخدام هالتكنولوجيا هاي وهالأدوات الجديدة هاي اللي عم تتيحنا الوصول لكثير من مختصي رعاية صحية تانين وأيضا المرضى عبر مثل ما قلنا هالأدوات هاي.
فنحن بحاجة لتعريف جديد لصيدلة السريرة. البعض شو بيقول؟ Some say that clinical pharmacy as a term has superfluous meaning. يعني بيقولوا انه ما في داعي نقول clinical pharmacy، انه هذا المعنى زائد، يعني ما في داعي له. هن شو حجتهم؟ انه بالاصل هن الصيادله تم تدريبهم وتهيئتهم، يعني انه هن يكون عندهم ادوار سريريه، فليش انتم عم تقولوا clinical pharmacy او clinical pharmacist؟ ليش انتم عم تقولوا هذا الشيء؟ مع هيك clinical pharmacy has been used in early 1970s as a response to societal need to improve use of medicines. معناته هي كمصطلح يعني بلش مع بدايات السبعينات، يعني استجابة لحاجات المجتمع بتحسين استخدام الأدوية من قبل المرضى. هلا لازم نحن نتذكر شغلة مهمة، الكلينيكال فارماسيست أدواره كتير مهمة، وأنا مرة حكيت كمان بأحد المقاطع الصوتية إنه نحن بنلعب أدوار بحثية، أدوار سريرية، وأدوار حتى تعليمية. إذا نحن نجي طبعاً لمنظور عام وكبير، مو بس يعني وجودنا ضمن المشافي، خلص إنه clinical pharmacist هو فقط الموجود ضمن المستشفى، إنه بس اللي عم يقدم هالأدوار السريرية هي يعني على تماس مع فريق الرعاية الصحية. لا، مو بس هيك، في شيء بسموه صيادلة الخط الأمامي، في شيء بسموه صيادلة الخط الخلفي، وكلاتهم طبعاً هن أغلبهم leaders. leader pharmacist، وحكيت أنا مرة عن أهمية بناء leader pharmacist لحتى نرجع نحسن من مهنة الصيدلة ونرتقي فيها أكثر وأكثر. ما بيكفي نحن نعمل أجيال وآلاف مؤلفة من الصيادلة، خاصة بدول يعني مثلا مثل مصر، عندكم آلاف الصيادلة عم يتم تخريجهم سنويا من كليات الصيدلة، بس هل يا ترى نوعية الصيادلة عم يتخرجوا هن بالمستوى المطلوب ولا لا؟ طبعا أعداد صيادلة مصر هن أكثر شيء بالمرتبة الأولى بالوطن العربي، بعدين في عنا سوريا والأردن وبقية الدول العربية. فهل نوعية أو مستوى الصيادلة عم يتم تخريجه من الجامعات، هل فعلا يعني عم تكون على مستوى عالي إنه نحن نرجع نرتقي بمهنة الصيدلة، ولا بس عبارة عن صيدلان صيدلان؟ حتى يعني الفارم دي كشهادة عم يتم أخذها بعدة دول عربية، ما عم تأهل الصيدلاني فعلا إنه هو يلعب أدواره الحيوية والحقيقية، تمام، او يكون ليدر فارماسيست. ف يعني احنا بحاجه لخلق ليدر فارماسيست بالمستقبل حتى يعني نحسن مثل ما قلنا من الرعايه الصيدلانيه ونرتقي بالمهنه اكثر اكثر وندخل خدمات جديده ويكون لنا ادوار كثير مهمه مع بقيه اعضاء فريق الرعايه الصحيه، تمام. فخلينا هلا نرجع للانفوجرافيك، انا اخذني الحكي. نحن لازم نذكر ان الكلينيكال فارماسيست بروفايد كومبريهنسيف ميديسينز مانجمنت فور بيشنتس ان اول هيلث كير سيتينجز، حلو، سواء كان بصيدليات المجتمع، بالمشافي، بالعيادات لو كان في صيادله موجودين ضمن عيادات كبرى، تمام، وحتى على السوشيال ميديا لنا ادوار على فكره. فالادوات هي سمحتنا مثل ما قلنا انه احيانا مريض بيتواصل معنا يقول لنا انا الادويه اللي عم باخذها هي الأدوية، أربع خمس أدوية أو عشر أدوية، أنا مريض سكري ربو ما بعرف شو، أنا عم باخد هالأدوية هاي، شو رأيك فيهن؟ هل في تداخلات؟ أو أحيانا بيقول لك إنه هالدواء هاد عم يعمل لي آثار جانبية، هل هو السبب هو هذا الدواء ولا لا في شيء تاني؟ فنحن يعني نلعب دور كتير كبير بالمديسينز مانجمنت وتدبير الدوائي. بالنسبة كمان للكلينيكال فارماسيست هاف سبيشالايزد ادفانس ايديوكيشن اند تريننج، كمان أهمية التعليم والتدريب والتطوير خاصة بالتعليم المستمر، وأهمية التعليم المستمر للصيادلة بيلعب دور كتير كبير ب يعني خلق هالصيادلة الخبراء هدول وأخذ أمكنتهم الحقيقية وين ما كانوا. كنت عم بحكي عن فكرة صيادلة الخط الأمامي والخلفي. فصيادلة الخط الخلفي أو الليدر فارماسيست هدول هن لهم أدوار بحثية وتعليمية أكثر لتهيئة مثل ما قلنا جيل جديد من الصيادلة، يعني يلعبوا أدوار كتير كبيرة بالمستقبل. بالنسبة لصيادلة الخط الأمامي هن بيكونوا ضمن الممارسة، وعادة طبعا هن بيلجأوا لصيادلة الخط الخلفي أو صيادلة الاستشاريين لحتى هن يستشيروهم بكثير من المعالجات الدوائية. فمثل ما قلنا شايفين مو ضروري يكونوا كل الصيادلة مثل ما قلنا هن موجودين ضمن المشافي او ضمن الصيدليات، لا، في عنا شيء اسمه صيادلة استشاريين، في عنا صيادلة باحثين، تمام، في عنا حتى رواد اعمال صيادلة، حلو، عم يقدموا خدمات جديدة وافكار جديدة، وحنحكي عن هذا الشيء وحخصص فيديو او اشياء ثانية للحديث عن الموضوع هذا المهم ولأهمية الانتربرنورشيب وريادة الاعمال بعالم الصيدلة.
تمام، وحتى عن أهمية التكنولوجيا والأشياء الرقمية هي بمهنة الصيدلة. مثل ما أنا كتبت قبل كم يوم أنه مستقبل مهنة الصيدلة هو شو؟ سريري ورقمي. في كثير ناس قالوا شو معناته رقمي؟ ما عم نفهم عليك شو عم تحكي. علما أنه مو أنا قلت هذا الشيء، اللي قال هذا الشيء هو رئيس صيدلة إنجلترا كاثريدج. وهون هو عم يشير لأهمية استخدام التكنولوجيا الجديدة، سواء كان الأوتوميشن مثل ما أنا شايفين بعدة دول عم يستخدموا هلأ الأتمتة بعمليات صرف الأدوية، ولسه حنشوف أشياء كتير تانية وحأحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل. وحكينا إذن عن الجزء الثاني اللي هو رقمي وسريري. إذن الكلينيكال فارماسي يعني هي الفيوتشر بالنسبة لمهنة الصيدلة. أوكي طيب، هلا بالنسبة لتعريف الصيدلة السريرية وفقا للإس إس بي، ففي عنا تعريف مختصر، في عنا تعريف موسع أكثر. بالنسبة لتعريف المختصر، clinical pharmacy is area of pharmacy concerned with the science and practice of rational medicine use. معناته هو فرع من فروع مهنة الصيدلة بتتعلق ب يعني كل شيء له علاقة بعلم وممارسة الاستخدام الأمثل للأدوية، فينا نقول هيك. بالنسبة لتعريف الغير مختصر، بالنسبة للكلينيكال فارماسي هي health science discipline in which pharmacists provide patient care، الرعاية الصحية للمرضى، that optimizes medication therapy and promotes health. معناته مثل ما تكونوا ملاحظين دائما هون عم نأكد على موضوع المعالجة الدوائية وأهمية يعني تقديم أفضل معالجة دوائية للمرضى لحتى نحن يعني نحسن من يعني نمط حياة المريض، نوعية حياة المريض، تمام. في أحيانا أنه مرضى ما بنقدر نحن نعالجها، فهون نحن بنلعب دور بالهيلث بروموشن، تمام. كمان بالوقاية من كثير من الأمراض، وحنحكي عن هذا أو عن هاي الجزئية. The entire focus of clinical pharmacy practice is to promote the rational use of drugs that results in health, well-being and disease prevention and ultimately improve the patient's quality of life. إذن مثل ما قلنا بالعربي قبل شوي، تحسين نوعية حياة المرضى. أوكي، هلا في عندنا تعريف لهيبلر وستراند بالنسبة للكلينيكال فارماسي. according to Charles Hepler and Linda Strand, clinical pharmacy is the responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes which improve patients' quality of life. هذا طبعا تعريف الصيدلة السريرية وفقا لهيبلر وستراند. بالنسبة للرعاية الصيدلانية أو الفارماسيوتيكال كير ومفهوم الفارماسيوتيكال كير، طبعا نحن ما عم نحكي لأشياء كتير كبيرة العلاقة بالفارماسيوتيكال كير والكلينيكال فارماسي، هون فقط عم نركز على أهم النقاط يلي تم تطرق لها بهالارتيكل هذا. وأنا عملته بشكل فيديو لحتى شارك هذا الفيديو وقدم فيه أهم المعلومات المختصرة والمفيدة لكتير من الصيادلة اللي عم يتابعونا والأطباء والممرضين اللي هن حابين حتى يعرفوا عن تخصصنا. في أطباء بيتواصلوا معنا بيقول لي شو معنى الصيدلة السريرية، حتى هن ما عارفين شو معنى الصيدلة السريرية، فنحن دورنا كمان نعمل توعية بهذا الموضوع. أوكي، فبالنسبة للفارماسيوتيكال كير والكونسبت تبع الفارماسيوتيكال كير، نحن قلنا إنه هو بشكل فلسفة الممارسة العملية لمهنة الصيدلة وممارسة تخصص الكلينيكال فارماسي. أوكي، هو جزء أساسي بممارسة تخصص الكلينيكال فارماسي أو الصيدلة السريرية. يعني بيعرف كفارماسيكال كير ورعاية صيدلانية الغاية الرئيسية من الصيدلة السريرية. فحنشوف إنه هو بيحدد مسؤوليات الصيدلة حتى بالنسبة لأدوار الصيدلة بشيء بسموه الميديكيشن سيرفيلانس، سواء كان على مستوى أفراد أو مستوى يعني مستوى أنظمة. موضوع الكونسلينج اللي بيلعب دور فيه صيدلة الاستشاريين، موضوع الإيفالويشن أوف كير أوتكمز يعني تقييم المعالجة الدوائية بعد ما تم وضع خطة علاجية. فنحن هون نعمل تقييم هل فعلا استفاد المريض على هالمعالجة هي ولا ما استفاد. فكل الأشياء بتتعلق بالفارماسيوتيكال كير، وحنعمل فيديوهات طبعا تانية ومعمقة عن هذا الموضوع لأنه بده شرح أكثر وأكثر. بالنسبة للأوبجيكتيف الأساسي إلنا معناته كصيادلة، سواء كنا سريرين أو حتى صيادلة مجتمع، وحنرجع نقول نقطة مهمة هي
بالحقيقه المفروض كلاتنا نكون كلينيكال فارماسيست لو نجي للحقيقه يعني، بس يعني مو بس انه هو فقط تخصص لازم يكون للاشخاص اللي هن عم يعني ياخذ تعليم عالي او شهادات عليا بالكلينيكال فارماسي او تدريب عالي بالكلينيكال فارماسي، وانما ايضا حتى الصياد العاديين فينا هن يطوروا من خبراتهم ويقدموا خدمات ويكون لهم ادوار هامه جدا ب الرعايه الصيدلانيه، سواء كان مثل ما قلنا بصيدليات المجتمع او وين ما وجدوا، اوكي؟ او حتى مثل ما قلنا بالنشاطات اللي بيلعب فيها الصيادله دور بتعزيز الصحه العامه او الببليك هيلث. معناته الاوبجيكتيف الرئيسي اللي احنا لازم ما ننساه هو شو البيشنت اورينتد كير، او الرعايه الموجهه نحو المريض بهدف مثل ما قلنا تحسين استخدام الادويه، تمام؟ بالنسبه لموضوع البحث بالممارسه الصيدلانيه فهو كمان دور اساسي بتحسين صحه المرضى ونوعيه حياتهم، لكن بالنسبه للابحاث المتعلقه بالممارسه الصيدلانيه هي بتفتقر للتناسق وغير مكتمله بشكل كبير، فنحن هون دورنا نحن كباحثين انه نرجع نعمل هالسد بالثغرات و يعني دفع عملية البحث بالفارماسي براكتس نحو الأمام بشكل أكبر وأكبر وأكبر. ومثل ما أنا دائما نحن نتوجه هون للنيو سيرفيسز وأفكار جديدة اللي فينا نحن نقدمها. مثل ما قلت لكم حتى السوشيال ميديا لها دور كتير كبير بهالأشياء هي اللي إحنا عم نسويها، لأنه أنا مثل ما قلت لكم الكلينيكال فارماسي تتضمن أدوار بحثية وتعليمية وأدوار سريرية، معناته دورك أنت بالتعليم ودورك بالبحث ودورك بالمشفى او بالصيدليه، فهالاشياء هي كمان ما ننساها ابدا. Pharmacists should focus more on preventative care to contribute to public health. مثل ما حكينا عن الامراض المزمنه اللي بنتعرض لها بالصيدليات بشكل خاص، لانه كثير مرضى هن بيراجعونا بصيدلياتنا، وسواء كان عم يعانوا من ربو، بداني، ارتفاع بشحوم الدم، سكري، وشو هي الاشياء اللي احنا فينا يعني نقدم لهم اياها. احيانا فينا نحن نعمل لهم محاضرات توعويه، يمكن يكون مثلا خاصه لو كان في عندنا صيدليات كبرى، مثلا يكون في جزء او قاعات صغيره ضمن الصيدليه لعمل يعني شيء توعوي خاص بمرض معين للمريض ضمن غرفه خاصه. حتى بالنسبه للجهائز الجديده اللي عم تطلع يوم بعد يوم، واللي انا طبعا عم حاول اعمل لكم فيديو حولها حول الافكار هي اللي عم تطلع، كمان نحن فينا نعملها بشكل سيرفيسز، نقدم هالخدمات هي للمرضى بصيدلياتنا، تمام؟ كانت هي اهم الاشياء اللي حابب احكي عنها. بصراحه لو كملت بالحكي اكثر ما حخلص، بس ما حابب اطول عليكم اكثر من هيك. بتمنى تكونوا انتم مبسوطين بهالفيديو هذا. حكينا مثل ما قلنا شوي عن الفارماسي كير، وان هي الفلسفه الاساسيه لممارسه الصيدله السريريه. حكينا عن تعريف الكلينيكال فارماسي وفقا للهبلر وسترين، وعن تعريف الكلينيكال فارماسي اكوردنج تو اي سي تي بي، كمان حكينا عن التعريف او النموذج الجديد لتعريف الصيدله السريريه وفقا للبروفيسور محمد المحسالي وزملائه. وبتمنى تكون الانفوجرافيك هذا يعني يكون اعطاكم فكره حول الصيدله السريريه، وان شاء الله بالايام القادمه حام كمان اعمل اشياء جديده. تابعوني دوما وان شاء الله بشوفكم بالمستقبل القريب. Thank you really for watching and stay tuned.